ألف مبروك، خبرينا قد ايه مبسوطة لحظك لهيدا اللقب. أنا اليوم كتير هابي بوجودي معكم في لبنان ومشاركتي معكم هون، صراحة أنا كتير مبسوطة وكتير هابي بأخذ اللقب كوين فيتنس. شو اللي شجعك لتشتركي بهيك مسابقة جمالية؟ أوكي، جسمي، شفت جسمي يعني شيب كتير حلو، هو اللي خلاني هو اللي شجعني أني أشارك في هذه المسابقة. شفنا أنه في عدد كتير من المشاركات كانوا خسروا وزن ليشاركوا، حضرتك خضعتي للنحت وبعض التحسينات حتى تشاركي بهيدا اللقب. أنا صراحة غير، أنا كان وزني يعني مو كتير زايد، كان بس شوية، لكن أنا غيرهم، أنا بس نزلت شوية من وزني لحسن من جسمي، لصير يعني أكون أشوف أطلع حالي وأشوف حالي أني بيرفكت وأنبسط في حالي وزيد ثقتي في حالي، هذا الشيء اللي خلاني أنا أغير في جسمي. بما إنه أحس حالك بيرفكت، أنت واثقة إنه رح تنالي اللقب؟ أكيد حاسة حالي بيرفكت، يعني لأني عندي كتير البنت لما تشوف جسم طلع في حالها وتشوف جسمها مرتب أكيد تحس حالها بيرفكت، وهذا الشيء يخليني يعني يعطيني كتير ثقة في حالي. شو المشروع يلي رح تمشي فيه طيلة سنة ولادتك؟ صراحة كتير مشاريع يعني في بالي، أول شيء رح أبلش يعني بمشروع للأطفال، مثلاً جمعية ضد السمنة للأطفال في المدارس، لأن صراحة الأطفال هم نسبة كبيرة المعرضين للسمنة، منشان هيك يعني عندي فكرة يعني أبلش من الأطفال. بتعرفي دايماً إنه الإنسان بس يكون مبسوط بنجاحه بيكون في أشخاص بيحبوا هيك يأثروا سلباً على موضوع الفرح تبع النجاح، يمكن بكرة يقولوا على السوشيال ميديا يقولوا لك إنه أنت عندك المقاييس الجمالية بس يمكن كان بيستحق بنت خسرت وزن وضحت أكتر إنه تاخد هذا اللقب، اليوم شو بتقليله؟ مو ضروري يعني البنت يكون عندها وزن كتير زايد عشان تحسن من جسمها، أنا مساجي هون ورسالتي هون لكل بنت ولكل صبية يعني فيها تحسن من جسمها حتى لو كان جسمها عادي، يعني مو ضروري، لكن اهم شيء تهتم له تنتبه له هو الاكل ولوزنها وتعمل رياضه، هذا هو اهم شيء، ثلاث نقاط انا عندي هم اللي بدي اوصل اليوم. شو راح يغير فيك هذا اللقب؟ اكيد راح يغير فيني كثير، اول شيء راح يعطيني ثقه زايده كثير في حالي، راح اشوف حالي اني استاهل يعني، راح يعطيني صراحة فرص كثيرة، راح يغير فيني أشياء كثيرة في حياتي أنا كنت أتمناها وأحلم فيها. شفنا اليوم بحفل تتويج ملكة جمال الرشاقة اللي صار عربياً، لجنة الحكم كانت كلها من الجراحين، خبينا ليش أخذت هيك مبادرة؟ اليوم كانت اللجنة فعلاً من 12 دولة عربية تيحكوا فعلاً عن واقع السمن بالعالم العربي، وكان في مؤتمر بالنهار ووركشوب للدكاترة، وتوجناها بحفلة الاختتام اللي هي Arab Queen of Fitness. عن جد يمكن الناس صار لازم تعرف انه بعالمنا العربي نسبة البدانة عم بتزيد، صار لازم يكون في وعي، صار لازم ناخد الناس على الصحة عن طريق الجمال، بكل بساطة السهرة فيها شوية طب، شوية صحة، شوية جمال، تنقدر نوصل الصورة بطريقة أسهل. اليوم أول مرة المغرب بتاخد هذا اللقب الجمالي، خبرينا قداش بيعني لك انه الدول العربية كان عندهم ثقة بهذه المسابقة. فابيان أنا ما بنكر من أصعب المسابقات اللي نظمتها، لأنه مش سهلك أبداً إنك تحكي مع دكاترة تكوني أنت عم تحكيهم بحفل ويمكن هن في عندهم حماريد تعبان بين إيديهم، يعني إنك تقنعيهم بهيك حفل يجوا عليه يكسروا هيدا النمط إذا بدك اللي هن أخدينه. أنا انبسطت بمشاركة العربية وعملت كتير مجهود تيكون في من كل عالمنا العربي، وإن شاء الله من الخليج رح بيكون بدبي، كرمال عن جد عن جد تطلع ملكة عربية من لبنان يا عمي، بيروت بعدها بتجمع، بيروت بعدها بتجمع. شفنا اليوم الملكة مش خسرت كيلوغرامات كتير من وزنها، خضعت للنحت، وهيدا الأمر يمكن يعرضك بعض الأحيان، يمكن هيدا الأمر يعرضك لهجوم، يمكن يقولوا أنه جايبينها محضرينها للتوجوه. أوكي فابيان بدي أقول شيء، نحن صرنا بقدام واقع أنه بطلت البنت تفكر بس تنزل من وزنها ككيلوات، يعني أنا من الناس اللي نزلت 53 كيلو بس أنا محتاجة لأني أعمل الدمج اللي صار أعمل شيب مميز، صار في عنا ناس من الصبايا يعني فئة من الصبايا بتهتم كرمال صحتها تنزل كيلوات، وهذا اللي عملته فاطمة، وكمان من بعد ما تنزلي من وزنك مش غلط تعملي شيء حلو انت تكوني راضي عن نفسك، بالاخر الصحة والجمال توأم بكل بساطة. حبينا هيدي السنة الملكة شو رح تحرصوا تعملوا سنويا حتى يكون في لها فاعلية على الأرض؟
أنا بقدر شبه أكد أنه رح بيكون في عنا فعالية كبيرة بالمغرب، وهلأ ما رح أحكي غير تفاصيل لأنه كنا مقررين أي ملكة بدها تطلع من العالم العربي رح بيكون في ما يشابه كوين أوف فتنس ببلدها مين ما كانت تكون. دكتور خبرنا كيف رضاك على المشاركين تبع عربي كوين أوف فتنس؟ السنة كان برأيي هو باكورة عمل السنين الخمسة اللي قبل، شفنا حضور عربي مميز، شفنا صبايا على مستويات كتير عالية، وأهم شيء برجع بقول هو الرسالة اللي من هالحدث هذا اللي هو رسالة صحية جمالية، رسالة بتقرب العالم من بعضها، رسالة بتخلي الناس تتعرف أكثر على مرض البدانة كمرض لتهتم فيه العالم. بقى برأيي هذا كان الموضوع الأساس وهذا نجاح الإيفنت اللي نعمل اليوم. شكرا لك. يا هلا. شو النصيحة اللي ممكن تقدميها لملكة جمال الرشيقة بما أنه حضرتك مشاركة اليوم، شو ممكن تقولي لها؟ هلا اول شيء انا بحيي الصبايا على جرأتهم، بحيي الصبايا على ارادتهم انه بالنتيجه كانوا عم بيعانوا من مشاكل صحيه من وراء البدانه وقدروا انه ياخذوا قرار انه يرجعوا يحسنوا صحتهم من خلال انه يقوموا بالاهتمام، انه يضعفوا حالهم، يهتموا بوزنهم، يرجعوا للرشاقه، لانه كثير امراض نحن بنعرف انه البدانه كمان متعلقه بمشاكل صحيه ومشاكل جسديه كثيره، فاكيد تحيي لألون. وأنا نصيحتي للصبية اللي ربحت الليلة أنه تكون مثل لغيرها من الصبايا، تشتغل على هذا الموضوع، وهي أوريدي أعلنت وقت سألوها سؤال لجنة التحكيم أنه عبالها تعمل شيء للأطفال لحتى تعمل لهم توعية، يعني جمعية، وتقوم بحملات توعية من هن وصغار، لأنه دايما الإنسان ممكن من هو وصغير يتأثر بهذا الموضوع ويصير عنده بدانة ويكبر بهالبدانة هيدي. وفي ناس البدانة يمكن بتصير معهم عن عمر أكبر، فحلو يكون في توعية والإنسان ينتبه على صحته، لأنه بالنتيجة الرشاقة منا بس هي حفاظ على جمال الجسد وأنه نكون ملكات جمال كلياتنا أو نكون كلياتنا مودلز، لا، هي الرشاقة كرمال الصحة مش أكتر ولا أقل. اليوم شو نصيحة بتقدميها لملكة جمال الرشاقة؟ اليوم هي كانت أكيد آيدة للإرادة، للإنسان يكون شجاع بقصة بموضوع أنه يحب يغير بحاله. أكدت الفكرة قبل لأنه ممكن يعتبروها تنمر، الفكرة مش أنه البنت الناصحة مش حلوة والضعيفة أحلى، لا، بس لأنه أحياناً البدانة عم تعمل مشاكل بالمفاصل، تقل على الظهر، بتسبب إعاقات بالحياة، بتسبب كوليسترول، يعني الأضرار البدانة نحن اليوم عم نحاربها، فبقلها الله يوفقها. وهي أكيد يعني حتكون مثال لكتير صبايا حواليها، يمكن كانت بوزن معين ووصلت لوزن معين، بتوصل لهم انه ما في شيء مستحيل. شكرا لك. شكرا لك حبيبتي.